نظرة سريعة كده على النسخة الأخيرة من بطولة أمم إفريقيا مع واحد من نجوم الكرة الإفريقية اللي تألقوا في أوروبا وتحديدا في إسبانيا، لاعب بقميص ريال بيتيس وكان نجم طبعا من نجوم غينيا الاستوائية في السابق، بنجامين سراندورا هو ضيفنا في السادسة. بداية طبعا أشكره على التواجد معنا وبشكرك على وقتك وعلى مشاركتك، وأهلا وسهلا بيك على شاشة النادي الأهلي. يعني خليني أبدأ معاك في البداية الحقيقة إنه لشرف كبير لي أن أتواجد معكم. أهلا وسهلا بك. الحقيقة يمكن واحد من المنتخبات اللي ظهرت بشكل مميز جدا، تطورت في السنوات الأخيرة بشكل أكثر من رائع، قدمت دور المجموعات يعني بشكل ما كانش حد يتوقعه. منتخب غينيا الاستوائية نجح حتى في تصدر مجموعته، ورغم كده خرج من دور ال 16 أمام غينيا. تقييمك لمستوى فريق منتخب غينيا الاستوائية في البطولة؟ أعتقد أن الأداء لم يكن متوقعا في النهاية، ولكن في البداية قدم أداء رائع وفاز بنتيجة لم يكن يتوقعها أحد برباعية على منتخب بحجم كوت ديفوار. الجميع كان ينتظر أن نمر إلى الأدوار الإقصادية وأن نصل إلى أبعد مدى، ولكن الظروف لا كانت غير مواتية، وحتى أن المنتخب أهدر ركلة جزاء من خلال إنسوي. المنتخب كان يتطور مباراة بمباراة، ولكن في وقدم مباراة تاريخية الحديث عن مباراة كوت ديفوار. لم أرى منتخب يهزم كوت ديفوار بهذه النتيجة. تقديرك أو رأيك في المستوى اللي قدمه مهاجم منتخب غينيا الاستوائية هداف البطولة إيميليو إنسوي، وتعليقك أيضا على وقعة إيقافه من اتحاد غينيا الاستوائية بعد يعني ما قيل على لسان المدير الفني بأنه في خروج على النص أو في حالة من حالات عدم الانضباط؟ إيميليو إنسوي هو رمز للكرة في غينيا الاستوائية، وقدم مستوى رائع على مدار 4 سنوات مع المنتخب، وهو قائد المنتخب. أعتقد إيميل إنسوي بدأ كجناح مع ريال مايوركا، وبدأ يتطور في المستوى، وقدم مستويات رائعة في بطولة أفريقيا، وأعتقد أنه يستحق ما وصل إليه في البطولة الأخيرة. أما فيما يتعلق بالمشكلة الأخيرة، لا أعلم ماذا حدث بالتحديد، ماذا حدث داخل المعسكر. نتمنى ألا يكون الأمر كبير، لأنك تتحدث عن خسارة كبيرة، أنت تتحدث عن قائد المنتخب، ونحن مقبلون على تصفيات كأس العالم. وأعتقد أن أتمنى أن يكون الاتحاد في غينيا الاستوائية أن يسيطر على الأمر، وأن يستطيع أن يحل الأمر بشكل هادئ مع إنسوي، لأنه القائد، لأنك تتحدث عن مستقبل أمة، مستقبل بلد، تعتمد على لاعب رمز مثل إنسوي. نحن مقبلون على، كما قلت، على تصفيات كأس العالم، وهذه مرحلة مهمة للغاية. بمناسبة تصفيات كأس العالم، خليني أسألك، البطولة دي شهدت كتير من المفاجآت، منها خروج منتخبات عريقة يعني أصحاب تاريخ كبير جدا خصوصا على مستوى بطولة أمم إفريقيا مبكرا، وظهورها يمكن بمستوى متواضع جدا، وظهور منتخبات ما كانتش على الخريطة أو ما كانتش مرشحة، خليني أقول على الأقل لتحقيق اللقب، ظهرت بمستوى أكتر من رائع، منهم غينيا بيساو، منهم كونغو الديمقراطية، منهم حتى الرأس الأخضر، قدمت عروض قوية جدا. هل تعتقد أن المستويات دي أو النتائج اللي حصلت في البطولة دي هي حالة استثنائية، ولا ترى أن هيكون ليها تأثير كمان على مشوار تصفيات المنتخبات الأفريقية في مشوار تصفيات كأس العالم؟ أعتقد أن هناك العديد من العناصر المهمة. الأمر الأهم هو أن المنتخبات في أفريقيا تتطور بشكل كبير. هناك العديد من الدول الأفريقية التي تتطور بشكل كبير على مستوى القاعدة، على مستوى اللاعبين الصاعدين، وهذا أمر مهم للغاية. شاهدنا مصر والمغرب والسنغال
وتونس، هناك العديد من المنتخبات الكبيرة في أفريقيا غادرت. في المقابل منتخب مثل الرأس الأخضر قدم المفاجأة وقدم بطولة كبيرة، هذا لأن المنتخبات تتطور بسرعة كبيرة. هناك لاعبين تلعب في أندية كبيرة في أوروبا، غينيا أيضا يتطور منتخب ومنتخب جامبيا قدم مفاجأة. الجميع كان يتوقع أن مصر ستمر إلى أبعد مدى في البطولة وكذلك المغرب لأنها بطبيعة الحال منتخبات كبيرة في أفريقيا، ولكن ما حدث هو العكس. الأفضلية كانت للمنتخبات التي تتطور في أفريقيا بسرعة كبيرة. كان يبدو في البداية أن هذه المنتخبات ستتلقى شباكها العديد من الأهداف، ولكن ما حدث هو العكس. وخير دليل ما حدث في بطولة أفريقيا هذه، هناك لاعبين كبار وهناك لاعبين صاعدين سيكون لهم المستقبل في الفترة القادمة. يعني أسألك، وأنت كنت أنت بتكلمنا طبعا من مدريد دلوقتي من إسبانيا، وأنت كان ليك تجربة ناجحة مع ريال بيتيس طبعا، واحد من الأندية الكبيرة في إسبانيا، وعدد من لاعبي غينيا الاستوائيه عموما محترفين في اوروبا. خليني اعرف منك يعني السبب في قدرتكم على جذب الانديه الاوروبيه او على شراء وتسويق اللاعبين في غينيا الاستوائيه. منتخب غينيا الاستوائيه مش دايما حاضر في المنافسه على الالقاب الافريقيه على مستوى الانديه، ما فيش انديه كبيره في غينيا الاستوائيه حتى بتلعب في البطولات الافريقيه وبتحقق القاب، ورغم كده في عدد لا باس بيه من اللاعبين المحترفين في اوروبا. ازاي بيتم ده؟ Bueno, lo más importante es decir para que lo sepa la audiencia. هو nosotros نحن nuestras madres nacido en Guinea Ecuatorial. آباؤنا وأمهاتنا نحن ننتمي إلى جذور من غينيا الاستوائية. الجميع لقد ولدنا في إسبانيا، وهذا ساعد على أن نلعب في أن تجد العديد من اللاعبين في غينيا الاستوائية يلعبون في إسبانيا. هناك لاعبين إذا كان الأب أو الأم من غينيا الاستوائية ولكن ولد في إسبانيا، هناك لاعبون يلعبون في مثل بالنسيا، وهناك في فريق مثل قادش، وهناك لاعبين تلعب في الولايات المتحدة. إيميليانو نسوي لعب لفترة كبيرة في مايوركا واستطاع أن يلعب في العديد من الأندية الإسبانية، تنقل بين العديد من الأندية الإسبانية، ولهذا أنت تجد أن لاعبو غينيا الاستوائية منفتحون على الأندية الأوروبية. لهذا السبب هناك في فرنسا وفي الليغا الإسبانية أيضا. هذا هو الأمر الأهم، هو أن العديد من اللاعبين يلعبون في الليغا الإسبانية. هرجع مرة تانية معاك لبطولة أفريقيا، وإزاي بتشوف فوز وتتويج كوت ديفوار اللي قدمت يمكن بدايات متواضعة جدا وكانت قاب قوسين أو أدنى من الخروج من البطولة، لكنها ظهرت بوجه مغاير بعد تغيير الجهاز الفني وقدرت أنها توصل وتحقق اللي البعض كان شايفه صعب أو مستحيل بالتتويج بلقب البطولة. ما حدث مع كوت ديفوار كان أمرا إعجازيا. تخيل أن تخسر في دور المجموعات أمام جماهيرك 4-4 نظيفة، وأن تصعد إلى الدور الثاني ضمن أفضل ثوالث بهدف حتى أنني لم أتذكر من الذي سجل الهدف وتسبب في صعود منتخب كوت ديفوار للدور التالي. الأمر كان إعجازيا. الآن أنت تتحدث عن كوت ديفوار بطل أفريقيا، هو يمتلك منتخب قوي، لاعبين واعدين للغاية. صحيح أنه لم يظهر بالشكل المطلوب في دور المجموعات، ولكن الأهم في هذه البطولة هو أنك إذا تمسكت بالفرصة وتأهلت أن تمر في البطولة من دور إلى آخر، أن تؤمن بحظوظك وقدراتك. حتى المدرب لم يكن معه كارنيلي للبطاقة للتدريب بعد إقالة المدرب الفرنسي. أعتقد أن منتخب كوت ديفوار تطور كثيرا في البطولة، آمن بحظوظه واستطاع أن في النهاية أن يغتنم هذه الفرصة التي لا تأتي كثيرا، لأنك في النهاية استغل هذه الفرصة. الأمور كانت في دور المجموعات كانت سيئة للغاية، المنتخب بدأ مترهلا، كان اللاعبون يبدون كأنهم ليس لديهم رغبة في الفوز،
ولم تكن هناك رغبة في تحقيق الانتصار، ولكن في النهاية استطاعوا أن يغتنموا الفرصة التي لاحت لهم وتوجوا باللقب في النهاية. طيب على مستوى اللاعبين، ويمكن يهمني أسمع وجهة نظرك، النهاردة الاتحاد الأفريقي أعلن عن تشكيلة بطولة أمم أفريقيا المثالية، تشكيلة خالية من نجوم الصف الأول، يعني إنجاز إن إحنا نسميهم، خالية من محمد صلاح، من ساديو ماني، من فيكتور أوسيمين، من سيباستيان هالر، من رياض محرز، من حكيم زياش وغيرهم من النجوم. هل تعتقد إنه إحنا أمام جيل جديد، جيل صاعد في الكرة الأفريقية؟ ومين من وجهة نظرك الموهبة الأهم اللي أفرزتها البطولة؟ بالنسبة لي اللاعب الذي لفت نظري، أعتقد أن هذا أمر منطقي لأن منتخب المغرب لم يقدم الأمر المنتظر منه، منتخب مصر أيضا والسنغال، حتى أنهم لم يتأهلوا إلى الأدوار المتقدمة في البطولة، وأعتقد أن هذا أمر أن لا يكون أي لاعب من هذه الأسماء التي ذكرتها في التشكيل المثالي هو أمر عادل للغاية. لقد أعجبني كثيرا فوفانا في منتخب كوتيفوار لأنه قاد وسط منتخب كوتيفوار بقدرة كبيرة، هو لاعب مذهل يمتلك إمكانات كبيرة. هناك أيضا دياكيتي قدم بطولة كبيرة، أعتقد أن هؤلاء غالبية لاعبي منتخب كوتيفوار. إذا تحدثت عن غينيا الاستوائية فهناك إيميليون سوي لقد حاز على لقب الحذاء الذهبي كهداف للبطولة، وكان الأمر كان مؤثر للغاية بالنسبة لنا كمواطنين من غينيا الاستوائية. أعتقد أن إنسوي قدم بطولة كبيرة، وأعتقد أنه يستحق الأمر، وكل ما حدث في البطولة هو مستحق للغاية. بنجامين سراندورا نجم ريال بيتيس ومنتخب غينيا الاستوائية السابق، بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق لكم. الحقيقة واحد من الفرق اللي اتطورت بشكل كبير جدا، ويمكن النقطة الرئيسية أو الأهم اللي قالها وذكرها وهي فكرة الاعتماد على اللاعبين اللي بيلعبوا أو اللي نشأوا وتأسسوا وتربوا ومارسوا كرة القدم في أوروبا، وهم من أصول أو ترتبط جذورهم يعني بغينيا الاستوائية. وده أحد الملفات اللي أتمنى الحقيقة اتحاد الكرة بشكل عام، كابتن حسام حسن المدير الفني بشكل خاص، يدوله مزيد من الأهمية. اتكلمنا عليه كتير وعرضنا عدد كبير جدا من الأسماء المصرية اللي بتلعب في ملاعب أوروبا، ورغم كده الحقيقة هي يبدو أن في مشكلة في أسلوب التواصل، يعني إحنا مش ناجحين أن إحنا زي ما المغرب عملت ده. المغرب لما وصلت رابع عالم اعتمدت على لعيبة أصولها مغربية، ولكنها كلها الحقيقة تأسست وتربت ولعبت ومارست كرة القدم في أوروبا. تعالوا نروح في جولة سريعة.